من خلال الجناح الخاص بالتنسيقيه، انتوا دي مش اول مره تشاركوا بالتنسيقيه في المعرض، طيب ايه الجديد السنه دي؟ احنا زي ما قلت لحضرتك احنا مهتمين جدا بمعرض القاهره الدولي للكتاب في نسخته ال 55. كنا مشاركين في افتتاح المعرض، كنا مشاركين في المؤتمر الصحفي الذي سبق المعرض، كنا مشاركين في الاعداد. هذا العام لدينا جناح خاص بينا بيعطي لكل الشباب الموجودين اللي بيمروا على جناح التنسيقية مجموعة من الكتب اللي بتتناول الفكر السياسي والمفاهيم السياسية. احنا حريصين جدا على ان نروج لهذا الكتاب. ايضا بيجد الشاب فرصة للحديث المباشر مع اعضاء التنسيقية المتواجدين في الجناح، واللي بيشرحوا فكرة التنسيقية، اهمية الحوار، قيمة الاختلاف بين الأحزاب المختلفة، والثبات على ما هو وطني وما هو يعني نافع للوطن. احنا بنتكلم عن في الجناح عن العديد من النماذج من خلال عرض لفيديوهات خاصة بنوابنا، باجتماعاتنا، بمنتدياتنا. بنقدم أيضا في هذا المعرض هذا العام كتاب عن الراحل سيادة النائب أحمد زيدان، اللي بيمثل شاب من الشباب المصريين، من خيرة الشباب، ربنا يرحمه، نجح في أنه هو يصل إلى البرلمان المصري ويترك بصمة باقية حتى الآن. الكتاب عنوانه ويبقى الأثر. احنا بنقدم النائب أحمد زيدان كنموذج للشباب المصري اللي نجح بأقل الإمكانيات في أنه هو يترك أثر ما زلنا نتحدث عنه بعد سنوات طويلة من غيابه. صحيح، يمكن حضرتك دلوقتي بتقول أنه الجناح حقق مكاسب عديدة. من وجهة نظري أبرز هذه المكاسب هو الإقبال على الجناح. بالتأكيد احنا شفنا إقبال شديد على الجناح زي ما قلت لحضرتك كده، يعني سواء من خلال توزيع الكتاب أو من خلال كتاب النائب أحمد زيدان، اللي بالمناسبة يعني كل الدخل من الكتاب بنخصصه للأعمال الخيرية. التنسيقية أيضا يعني فخورة بما قدمته من ندوات في المعرض هذا العام. بكورتها هتكون ندوة الحوار الوطني اللي هتنطلق بعد قليل. إيه اللي هيدور فيها يا فندم؟ إحنا بنتناول المرحلة الأولى من الحوار الوطني، كل النقاط المؤثرة اللي تركها الحوار الوطني من خلال سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، الأفكار النيرة بنلقي الضوء عليها ليتعرف عليها رواد المعرض. اسمح لي ان انا يعني اعبر عن سعادتي البالغه بالتنظيم، بالاسلوب اللي بيقبل بيه المصريين على المعرض. انا شايف ان عرس ثقافي كبير لا تستطيع دوله في العالم ان تنظم وتدير وتجعل يعني معرضها بهذا الروح وهذا الزخم وهذا الكم من الزوار، اللي بينعكس ايضا على يعني على الكتاب بمستوى مبيعات، ويعني حاجه تفرح.